من الدكتور محمد البرادعي مؤسس الحزب حزب الدستور ومفجر الثوره والاب الروحي لحزب الدستور، وامنعكم من عقاب انتظاركم العام الاول لحزب الدستور، واحيي شباب هذا الحزب وشاباته، واقول لهم ان هذا الحزب قام بالشباب ومن اجل الشباب وسينجح بالشباب. لقد فتح الطريق امامكم الذي ظل منصبا 60 عاما او يزيدون، فسيروا عليه بخطى ثابته ولا تفقدوا الهدف ولا تفقدوا الامل مهما كانت الصعاب، وتعلموا من اخطائكم من سبقوكم ولا تحاربوهم، واحذروا ان يفتنوكم عن اهداف ثورتكم العيش والحريه والكرامه الاجتماعيه. اكملوا المشوار، فالبلد في حاجه اليكم لانكم الوحيدون الذين ليس لهم اجندات خاصه، وتعلموا العمل المشترك الذي هو عماد كل عمل ناجح، والله يرعاكم ويوفقكم ويسدد خطاكم.